السلام عليكم ورحمة الله. متتبع قناة أحمد بلاغ، بزاف ديال الوصفات كتلقاوهم في وسائل ديال التواصل الاجتماعي، وكتنصح باش تستعمل هذا البرودوي باش تنزل الوزن ديالك. كاين اللي كيلتجئ للأقراص، وكاين اللي كيستعمل الأعشاب باش ينزل الوزن ديالو بدون علم. باش تنزل الوزن ديالك، الطريقه الوحيده اللي يمكن تنزل بها الوزن ديالك وتحافظ على الجسم ديالك سليم ورشيق وصحي هو الاكل الجيد والتمارين الرياضيه بشكل يومي، الجهود البدني، ثم اخذ قسط الراحه يعني النوم الجيد. هذه هي الطريقه اللي يمكن تنزل بها الوزن ديالك. استعمال بعد يعني الاغذيه وبعد المشروبات تكون طبيعية كتساعد في عملية الأيض، أي حرق الدهون وأيضا الكالوري الزايدين، لكن تستعمل بشكل يعني باستشارة طبية واستشارة ديال أخصائي ديال التغذية باش يعني تحافظ على صحتك. بزاف ديال الناس كيستهلكوا دي برودوي اللي هما كاين عندهم تأثيرات جانبية، وانت تشوف انتم تشوفوا في المحيط ديالكم ان كاينين الناس اللي عندهم تأثيرات سلبية نتيجة استهلاك ديال هاد لي برودوي هادو. تشوفهم بان الجسم ديالهم يعني نقص من حيث البوع، لكن داخليا راه تأثر وهاد النتائج ديالو كتبان على المدى البعيد. اختار الاكل ديالك، دير التمارين الرياضية بشكل يومي، فحص طبي بشكل دوري باش تعرف ليطا ديال الجسم ديالك، لانه كاين بزاف ديال الناس اللي كيديروا رياضه وما كيستشروش الطبيب وما كيشوفوش الحاله الصحيه ديالهم، تيبقاو حتى كيطيحوا نتيجه المجهود البدني اللي كيديروه بلا علم. استشاره طبيه وايضا الفحص الطبي بشكل دوري مهم جدا. ما تفكرش فقط انك تنزل البوا ديالك، وما تنزلش البوا ديالك في فتره يعني قصيره. ممكن تستعمل دي برودوي، تستعمل بعد الريجيم ولا دايت ولا نظام غذائي معين يكون قاصح، وغادي توصل لوبجيكتيف ديالك هو انك تنزل الوزن ديالك، لكن غادي تدمر مجموعه ديال الانسجه ومجموعه ديال الاشياء تتاثر نتيجه انك ما كتعطيهاش التغذيه اللازمه ولي برودوي اللي تحتاجهم الجسم، وعلى المدى البعيد كتشوف تاثير سلبي على صحتك. خذ نزل الوزن ديالك على المدى البعيد، على المدى الطويل، ودير الرياضه من اجل الاستمتاع ومن اجل الصحه. تحيه لكم.